السلام عليكم. دلوقتي في الدرس ده ان شاء الله هنشوف ازاي لو عندنا داتا معينة عايزين نفتحها بالارك ماب. احنا كل مرة كنا بنفتح ام اكس دي فايل، بنفتح فايل جديد وبنتعامل مع الحاجات اللي جواه، سواء كان اتريبيوت تيبل او بنعمل سيمبولايزنج للفيتشر اللي موجودة جواه. لكن دلوقتي انا عندي السورس، عندي الداتابيز، عايز افتحها في فايل في الارك ماب. هنشوف بنتعامل مع الحكاية دي ازاي دلوقتي بإذن الله. هنفتح الارك ماب زي ما احنا شايفين دلوقتي. هنفتح اللي هو ديسك وان، هفتح داتابيز. الداتابيز دي اللي هي اللي فيها الداتا اللي انا هستخدمها في الفايل عندي، تمام. بس قبل ما افتحها، بس في الاول هاجي على اللاير هنا، اتك عليها تكه كده، اتك عليها تكه تانية بحيث اني اعمل لها رينيم واغير الاسم بتاعها لكامبينج شاور. تمام، وادوس انتر. كده انا غيرت الاسم بتاعها. هفتح اللي هو الداتابيز بتاعه يلوستون ان بي داتابيز، افتحها وهبدا اسحب اللايرز الموجوده هنا عندي. جيو داتابيز دي اللي هي الخصائص الموجوده جوه البرنامج او اللايرز الموجوده جوه البرنامج، بحيث ان انا ممكن افتحها واتعامل معاها عادي. تمام، هسحب مثلا كامب جراوند احطها، هسحب التريلز والرودز والليكس وبارك بوليجون. تمام كده، انا دلوقتي كده فتحت اللايرز اللي هحتاجها في التعامل معاها مع الارك ماب. دي كده ممكن نسيف، اقول مثلا فايل، ممكن دلوقتي اسيف ال ام اكس دي فايل ده بحيث ان كل ما افتحه الاقي الداتا زي ما انا حطيتها دلوقتي. اقول له مثلا سيف از ديسكتوب سيف. عند دلوقتي لما افتح الفايل ده هلاقي نفس اللايرز الموجوده. يبقى انا دلوقتي اخدت الداتا الموجوده في الداتابيز بحيث اني افتحها كلايرز وتظهر عندي في الشاشه هنا. تمام، طب دلوقتي هنعمل حاجه جديده. ممكن نعمل مثلا انسيرت داتا فريم بحيث اني اعمل داتا فريم جديد هنا واعمل له رينيم تو كامبينج سايد. تمام كده، ممكن بعد كده اخد كامب جراوند لحد الليكس، اخدهم كوبي واحطهم هنا باست. تمام، يبقى انا كده عندي حاجتين ممكن اشتغل فيهم. وفي اللاير بتاعه الكامب سايد ممكن كمان احط معاها مثلا كومبوسايت مثلا او الكابينز. دلوقتي انا ممكن اشتغل على الكامب شاور او كامب سايد، مفيش مشاكل. لو عايز اشتغل على دي كليك يمين عليها واقول له اكتيفيت، يبقى انا كده هشتغل على المجموعه دول. ولو عايز دي كليك يمين اكتيفيت، يبقى انا كده هشتغل على المجموعه التانيه. تمام، طلع بس دي فوق عشان تظهر متبقاش تحت البوليجون. تمام، دي كده كان ازاي نضيف داتا. طب هنراجع شويه حاجات. لو فتحنا الاتريبيوت تيبل بتاع اي حاجه فيهم، مثلا فتحنا اتريبيوت تيبل بتاع الكامب جراوند، هنلاقي كل الحاجه فيها. الكامب جراوند الموجوده، الاسم بالشاور، بالاليفيجن بتاع الكامب جراوند الموجود. ده كده ممكن نتعامل مع الداتا زي اي داتا عاديه. فانا اخدت الداتا من هنا كداتا بيز، فتحتها وظهرت لي هنا، وعملت انسرت للداتا فريم جديد بحيث اني اقدر اتعامل مع اشياء جديده في الارك ماب عندنا. دلوقتي ممكن اقول له سيف. بس لو قفلت البرنامج كده معايا، انا كنت سايبه ام اكس دي فايل هنا. لو فتحت الام اكس دي فايل ده، هنلاقي كل الحاجات اللي انا كنت مسيبها. يبقى انا دلوقتي مش هضطر ان اسحبها تاني من الداتابيز اللي عندنا، هنلاقيها موجودة عندنا كلايرز عندنا متسيبة في فايل واحد، اقدر اتعامل معاها زي ما اتعاملنا مع كل الاشياء اللي فاتت. ده كان درس النهاردة، وهنشوفكم في الدرس الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.